حبيت نوضح اليوم الملاكم، احنا وكنت سبقتها وتحدثتها مقبل اللي كنت اليوم، انا ملاكم بن حافظ بن شبله وفليسي محمد، اللي عندنا الحق الحق القانوني من الدوله الجزائريه تعطينا الدعم الكافي باش نحضروا باش نبريباريو باش نلاكموا، لان اليوم رانا مصنفين اول كما يقول لك مصنف كاتيجوري ا اتليت ديليت كاتيجوري ا، اللي عندك الدعم تقدر دير المدرب تاعك، تقدر دير الطبيب تاعك، تقدر دير الكيني تاعك، تقدر دير البسيكولوج تاعك، هذه اللي تخليك باش تحضر فراحه تامه. من يوم انا ما تجيبنيش انا اليوم هاني بطل عالمي نعاود نجي نحضر مع واحد لوناف جديد، لازم اليوم مستوى. هذا تكبر كذا؟ ماشي تكبر، لا اعوذ بالله، انسان كما يقول لك ماشي تكبر. لماذا ما تشاركش في البطوله الوطنيه؟ واش راح ينقص لي اليوم؟ ماشي ما عاد ما ينقص لي بصح. اليوم احنا ماذا بينا باش نقعدوا دائما في المستوى العالي؟ اليوم نخلو تيتر موندير تحوس البطوله الجزائريه. انا متفق، لكن نقدر نعطيك روايه محمد، نخلي لا لولا